في البيت، وبعدين جالي يعني مامتي قالت لي ان تعالي نبص على علاء، لان هو كان واقف في وجع. ماشي اتفضل. وقعدت اجري حوالين اي حد عشان يقول لي على ماله، قعدت اي حد اقابله اساله على ماله، على ماله يقولوا لي على كويس، ادعيله بس ويطبطبوا عليا. وبعدين ببص لقيت اتنين واقفين بيتكلموا، لقيتهم بيقولوا ده في ممرضة رمت نفسها من الدور الثالث وخدت من الدور السادس وخدت العمود ونزلت على علاء. طب الممرضة ده حصل لها حاجة؟ يقولوا ده قاعدة زي العفريت دي وما حصلهاش أي حاجة، وقالوا دي مش أول مرة ترمي نفسها، ده رمت نفسها قبل كده. المهم شوية ولقيت كله عمال في المستشفى يجري، عمالين يجروا ويقولوا عايزين نقل دم ويجروا حوالين بعض. وبعدين حبة ولقيت واحد ممرض ماسك ايديا زميل علاء وبيطبطب عليا، وبعدين راح ملبسني لبليته في ايديا وبيقول البقاء لله. وبعدين لقيته ماسك ايديا وعايز يدخلني العناية جوا، بس صاحبه ما كانش راضي يقول لها علاء يتبهدل. وبعدين زج صاحبه ودخلني جوا، شفته ايديا كانت متلجة و... البقاء لله. طب طلباتكم، يعني احنا سمعنا العديد من الطلبات، كنا عايزين نسمع من حضرتك طلباتك ايه؟ عايزة التحقيق في الواقع اللي هي حصلت دي، وازاي ممرضة اصلا بيقولوا ان هي متخلفة عقليا مش شغالينها في المستشفى، ورمت نفسها قبل كده وسابوها وموتت كام واحد اصلا وهي بتعالجه. انا عايزة تحقيق في الواقع. تمام، الله يرحمه. يعني مش عايزين احنا نتقل حضرتكم، احنا طبعا مراعيين الظرف اللي حضرتك. في معانا الباشمهندس محمد عم من حضرتك مطالب الأسرة وكذلك ما حدث من إجراءات حتى هذه اللحظة. هو طبعا استاذنك بس طبعا هو بعد الحادث ده الدفنة كانت بالليل، وطبعا استنينا ان اي حد يعزينا من الجامعة او من شركة الامن، لحد النهاردة ما حدش عزانا، فات على الوفاة 3 ايام، وده طبعا اي حد فيهم كان هيعزي الاسره دي كان هيخفف عليها. فاحنا بنطالب الاستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعه انه يفتح تحقيق في الواقع، ويعني رأفة بهذه الاسره. تاني حاجه، لو امكن ان ابوه وامه ووالده ووالدته يسافروا عمره برضه تخفيف عليهم، وعشان يتناسوا اللي هم فيه او يخفف عليهم اللي هم فيه، لان هم في ألم نفسي شديد جدا وحالة نفسية وحشة جدا. وطبعا بنطالب الدكتور عبد الرازق دسوقي بتعيين زوجته او اخوه في الجامعة برضه من نوع التخفيف على هذه الأسرة ومراعاتهم، ويبقى كده واقف جنبهم ويبقى كتر خيره. الإجراءات اللي الجامعة خدتها من بداية الواقع، احنا مر كذا يوم مع الواقع، ايه الإجراءات اللي الجامعة اتخذتها او مستشفى جامعة كفر الشيخ حتى هذه اللحظة؟ حتى الآن لم تصدر الجامعة أي بيان بالواقع. مفيش حد تواصل معاكم من المسؤولين في الجامعة بلغكم ايه اللي تم؟ محدش عزانا من الجامعة ولا من شركة الأمن اللي كان شغال فيها، على الرغم إن بقاله 5 سنين شغال في الجامعة. فلحد دلوقتي محدش عزانا. هو طول ال5 سنين موجود على مستشفى الجامعة أيوة. ولا كان في أكتر من مكان داخل الجامعة؟ أكتر من مكان، كان بيبقى في مستشفى الجامعة، أوقات بيبقى على في أماكن تانية في الجامعة. يعني إحنا بنناشد فتح تحقيق في هذه الواقعة عشان الناس دي يعني ترتاح شوية، يعني حاسين كده إن ابنهم مات وميتة صعبة ومحدش سأل فيه.